ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الروسية ليفتح بذلك بابا أظنه سيظل مفتوحا لعقود والقرون القادمة، لأنه بداية ترجمة القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية التي كانت أنضبها هي الترجمة التي قام بها الشيخ محمد علي الطنطاوي، هي التي ساهمت في نشر الإسلام روسيا كما تعلمون حضراتكم. الشيخ عياد الطنطاوي ذهب إلى روسيا، هو من مواليد 1810، ذهب إلى روسيا في 1841 ولم يكد يبلغ 31 سنة من عمره، وتوفى هناك في 1861 ودفن بمقابر المسلمين، المقبرة التي نشرف بزيارتها. طبعا مصر العظيمة دي لم تتحيز لأي، كلنا مصريين أهل النبي، بيت النبي والأزهر والكنيسة، وكلنا أولاد هذا البلد النبي الطيبة التي جمعتني بهذا الأخ الحبيب. وأنا برضو يعني هيقولي متكلمش، لا أنا بقى بقيت ما بخافش منه، كنت زمان بخاف منه، دلوقتي أنا عشان أنتم معايا، فأنا إيه يعني العطاء الذي يقوم به عطاء، أنا ربنا يحميه ويوفقه وينصره من أجل مصر. فأنا قلت له طيب أنا عايز أعمل حاجة عن مرصد العلاقات العربية الروسية، فأنا قلت له أنا عايز أعمل أرصد العلاقات الطيبة اللي بيننا وبين الروس وبين السوفيت وخبازاتك وفي مرحلة ما، وأشوف إيه الحاجات الحلوة والحاجات اللي غير حلوة. طبعاً العلاقات بين الشعوب دايماً نقية، أما العلاقات بين الحكومات فالله يسامحهم، كل حكومة ليها إيه يعني يقدر يقول ايه الجوانب التنفيذيه والدبلوماسيه، اللي هو يضحك من هنا وهو بيعمل حاجه ثانيه من هنا، احنا مالناش دعوه، احنا الدبلوماسيه الشعبيه. فبس فوجئت الاستاذ الجليل هذا العمل ان شاء الله لو قدرنا بس نعرضه، الدكتور حسين شافعي هو المشرف بتاعي فيه، والله فوجئت ان هو عمل شويه حاجات جميله تتعلق بعلاقات محمد علي وخبز ساتر مع من جاب بقى وسائل من الرشيد الروسي وبس. محمد علي الراجل ده يعني لابد نشوف عمل ايه، كان عنده مخ. طبعا جه في ظروف غير طبيعيه وتمرد على الباب العالي، والمصريين قال لك نعمله يعني ولي علينا. ففي يعني اديب روسي بلايف احد يحكي لنا ان الراجل ده برغم انه دكتاتور، معلش انا يمكن مش عايز اخر على الموضوع، انما عايز اقول لك العلاقات اللي موجوده، كان اللي يقول عايز يموت كم واحد استنين ده. ففي اديب من الادباء كان بيكتب ضد الثوره، فبالتالي النهارده بقى استاذ الجليل بيدعو الى ترجمه العكس بقى من العربي للروسي ومن الروسي للعربي، عشان نعرف النهارده حصل تغيرات كبيره قوي في الثقافه في ظروف العالميه المتغيره. اتفضل الدكتور حسين الشافعي عالم الفضاء المصري الذي يدرس في جامعة سان بطرسبرج علوم الفضاء، قرية تتبع مركز بسيوني الآن محافظة الغربية، وهذا هو عمدتها الأستاذ ماهر شتية منورنا في هذه الجلسة الآن، وهو رجل مثقف من رجال الشباب والرياضة، مهتم بالشباب والرياضة مثل الدكتور مسعد عويس، من هذا الصنف من الناس الذين يحبون الثقافة وينشرون الثقافة في كل مكان. الناس يعرفون، كلهم يعرفون أنه ولد في محلة نصر محافظة البحيرة، والبعض الآخر يرى أنه ولد في حس التدفير مركز طنطا محافظة الغربية، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما، حيث أنه ولد في قرية شمرة مركز الجعفرية غربية. وقد قمت بتصوير ملفه لأول مرة في التاريخ